إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يلا عندنا اللي هو حقة الفيل فيول تريم، يعني حقة اللي هو البنزين وما أدرك بالبنزين. أحيانا يكون في مشاكل في ضخ البنزين أو صرفية البنزين، ففي خيار برضو للفيول تريم اللي هو يعد ضبط البرمجة حقته. راح الآن ندخلكم على القوائم عن طريق الكنترول المحرك. راح نخطف على الكنترول المحرك، نختار الوظائف الخاصة، نختار اللي هو ريست، يجيني هنا اللي هو الخيار الثاني فيول تريم ريست. طبعا كل اللي عليك هو اللهم انك تسوي له، طبعا ممكن نشغل السيارة. نعم شغلنا السيارة الآن، سوي له عادة ريست ويكون كذا إعادة ضبط اللي هو الفيول تريم اللي هو ضبط الوقود. طبعا هذه موجودة في موديلات 2015 إلى 2020 وحتى 21، لكن ما أدري والله عن نظام الموديلات السابقة. لكن هذا حين يكون فيه مشاكل في البنزين أو بسبب حساسية الشكمان بسبب مشاكل أخرى، فبعد إعادة المشكلة أو إصلاح المشكلة أحيانا تحتاج إلى إعادة الضبط عشان قراءات البنزين تعطي قراءات صح.